السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هي رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة؟ هنعرف في الفيديو ده هتدفع كام وهتعمل ايه. الادارة العامة لامتحانات بوزارة التربية والتعليم قررت رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة 2021-2022 واوضحت انه هيتم سداد الطالب المتقدم رسميا 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالاضافة ل 10 جنيه رسم اضافي للطالب، يبقى كده 210، والمتقدمين المرة الاولى والمرة الثانية. بيسدد الطالب للامتحان رسميا قدر 200 جنيه مقابل خدمات ومستلزمات امتحانات بالاضافه الى 210 جنيه، يبقى كده 410 رسم اضافي للطلبه المتقدمين سواء للمره الثالثه او الرابعه، بشان تحديد رسوم الغرامات والاشتراكات والخدمات اللي بيقوم بها الطالب واللي بيقوم بها الوزاره والتعليمات الصادره من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليميه. الوزاره حددت كل الكلام ده ان يؤدي الطالب الثانويه العامه للعام الدراسي 2021-2022 واوضحت انه يؤدي جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهاده الثانويه العامه الامتحان في المواد العامه والمتخصصه اللي بتضاف للمجموع على النحو التالي. ركزوا بقى معايا كده، المواد العامه اللي هتمتحن فيها الطالب اللي هتبقى لكل الطلبه لغه عربيه، لغه اجنبيه اولى، لغه اجنبيه ثانيه. المواد التي لا تضاف الى المجموع وتدرس لجميع الطلاب تربيه دينيه، تربيه وطنيه، اقتصاد واحصاء، وده ممكن يبقى في البيت او يبقى بوكلت او نبقى نسلمه. اما المواد المتخصصه اللي بتضاف للمجموعات اللي هي الطلاب الشعب الادبيه، عندك تاريخ، عندك جغرافيا، علم نفس واجتماع، فلسفه ومنطق. اما الشعب العلميه علوم فيزياء كيمياء احياء جيولوجيا وعلوم بيئه. اما علم رياضه فيزياء كيمياء رياضه بحته ورياضه تطبيقيه. اما بالنسبه للغه الاجنبيه، الطالب هيؤدي الامتحان في احدى اللغات التاليه، يا فرنسي يا انجليزي يا الماني كلغه اجنبيه اولى. اما الطالب يؤدي الطالب الامتحان في احدى اللغات التاليه، انجليزيه فرنسيه ايطاليه المانيه اسبانيه كلغه اجنبيه ثانيه. ده بالنسبه للقرار الحاسم من عندنا من وزاره التربيه والتعليم اللي حددتها الاداره العامه للامتحانات، وربنا يكتب لاولادنا الخير والسلامه. يا ريت ننشر الفيديو ده عشان تعم الفائده وكله يبقى عارف هتعمل ايه وهتمتحن ازاي وهتدفع ايه، وربنا يكتب لكم الخير والسلامه ان شاء الله، وربنا عز وجل هيقدر لك الخير. بس ادعي وقول اللهم قدر لي الخير وارضني به. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس. اشترك في القناه، فعل الجرس الكل عشان تتابعنا اول باول، هيصلك جميع اشعاراتنا اول باول. في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.